الدنيا كلها ونمسك في اغنيه في الواقع، خدت بالك؟ مش عارف ايه مهرجانات ايه، وده يقول ايه وده يقول ايه يعني والكلام على فلان وكلام. الناس عايزه كده، في ناس عايشه على ده لانه ما يفهموش غير في ده، بس في ناس واخده البلد وطالعه بتجري فوق وهيبصوا لك كده، دول قد كده، دول قد كده، دول ماشيين ماشيين يعني. بس بقى انت زي ما انت بتقول عايزين اللي قاعدين لهم دول يخلصونا منهم. بس طيب ماتش الاثنين اللي جاي، وانا مش عايز اتكلم في فكره فنيات قوي، انا عايز اتكلم في فكره انت داخل على مرحله محتاج فيها تشحن اللعيبه معنويا عشان يكونوا جاهزين للماتشات اللي جايه. عندنا مباراه الزمالك يوم الاثنين، عندنا مباراه سان داونز يوم السبت اللي جاي. كان دايما وابدا الجمهور بالاغاني وبالاناشيد وبالشكل الجميل اللي كان بيتغنى بيه في الاستاد، عارف فكره يا كابتن شيف، حتى لما كان بيدخل فيك هدف كان جمهور الاهلي كان دايما ليه تيمبو كده معين يقوم يشجع وانت داخل فيك هدف. المرحله دي احنا محتاجين نشتغل على الجزئيه دي. فريق كبير، فريق عظيم، فريق كبير، فريق عظيم، اديله عمره برضه قليل على الحلوه والمره معاك. عارف انت الاغاني اللي كانت دايما بتشحن لعيبه الاهلي في اي مرحله عشان تقدر تستعيد تاني مكانتها اهو ده في الصداره. اهو ده انت جبت طرف خيط، ثقه بين الجماهير واللعيبه بتاعتها، حب الجماهير للعيبه بتاعتها، ثقه الجماهير في لعيبتها، العلاقه اللي هي خلاص بقت مشاركه بين الجهاز الفني والجهاز الاداري والمسؤولين على الكره في الاهلي واللعيبه، واللعيبه بتدي ال 90 دقيقه اللي هي مطلوبه منها. الدنيا قامت وهاجت والدنيا اتقلبت عشان انا ضربه جزاء هيشرخ لي علاقتي بفرقتي بالمدرب باللعيبه بالاداره بالجماهير. انا لازم ستوب بعد اذنك، انا لعبت احسن لعيبه في مصر، انا لعبت في اي حد بما حضر وده اللي احنا ماشيين عليه من اول السنه، انا لعبت ببص الهدف كبير جدا الناس كلها بتسال عنه اللي هي افريقيا، احنا هنلاعب فرق كبيره قوي حتى ان شاء الله بنعدي سان داونز هتروح تلاعب الوداد او هتقابل او النجم الساحلي وبعد كده تروح تقابل بقى الزمالك او تقابل ترجي او ايا كان بقى اللي بيتاهل من وات ايفر يعني. برضو فرق كبيره جدا يعني، بطوله مش سهله هتاخدها بالعرق والجهد والموهبه اللي عندك اللي ربنا اديها لك وبجماهيرك ان شاء الله اللي هتقف في ظهرك وان شاء الله. فاهم قصدي انا ايه؟ زي ما انت بتقول كده، مباراه مباراه زي ما احنا متعودين السنه دي. انا ماشي السنه دي عندي مباراه يوم الاثنين، هي دي، بعد يوم الاثنين عندي مباراه ضد سان داونز، هي دي، طلعت بنتيجتها ايه؟ هروح اكمل في سان داونز. لو انا بقى بصيت للماتش بتاع ضربه الجزاء وماتش يوم الاثنين ايه اللي حصل فيه، انا لا همشي هنا ولا همشي، انا هلعب لعبي طبيعي اللي الناس كلها بتحسدني عليه، اللي الدنيا كلها مش مصدقه ان الاهلي ما كسبش خلال ال 94 دقيقه. هو ده، وليه الناس زعلانه ان الفريق ده ما ينفعش يخسر. فخلينا احنا ماشيين في سكتنا وفي هدوءنا وفي مسارنا وفي تخطيطنا اللي احنا عمر ما كان لينا صوت غير صوت الملعب، الملعب وصوت الجماهير وصوت الاهلي فوق الجميع. صوت الملعب، ما تبقاش يا محمد انت كسبان 15 مباراه ورا بعض ها، وتيجي تسالني على الاداء النهارده ولا تسالني على الاداء بكره ولا تسالني احنا شغالين ازاي ولا المدرب ولا دخلوا الخطوط في بعض. خلاص الناس بقت مش عارف اقول لك ايه يعني، بتشكك في العلاقه دلوقتي اللعيبه ومش عارف ايه، ولا كان لازم يلعب ده؟ خلاص رجعنا بقينا احنا حكام وجمهور ومدربين، وده من ايه؟ من خلال ايه؟ خلال ضربه جزاء اتصدت او ما دخلتش. عنصر التوفيق موجود في الكوره يعني، ده انما اداء وانت مسيطر على الناس كلها وخانقها هو ده الطبيعي اللي انت موجود ليك. عشان كده الناس لما بتاخد منك ماتش ولا بتاخد منك نقطه ولا بتاخد منك ضربه جزاء الدنيا ما بيصدقوش روحهم، لان انت الكبير، انت الكبير. لكن حب الجماهير للفريق في التوقيت ده كابتن شريف اللي يتقال في التوقيت ده، لان انا عارف احنا محتاجين نشتغل على فكره العامل النفسي في التوقيت ده. احنا محتاجين نشتغل على العامل النفسي. العامل النفسي من ناحيه ايه؟ الجمهور، اللعيبه، ماتش الزمالك يوم الاثنين اذا اتلعب، ماتش سان داونز يوم السبت اللي جاي. انا بعتبر ماتش سان داونز ده اهم كتير جدا من اي حدث دلوقتي، لان ده فيصل مهم جدا في مشوارك السنه دي في البطوله الافريقيه وفي الموسم الكروي بشكل عام. ماتش سان داونز انت لو كسبت ان شاء الله هنا في مصر باي نتيجه يعني، عديت 2-0 حاجه كده،
انت بتربك حسابات كل الفرق في البطوله الافريقيه بس. وبعدين دايما الناس عامله حسابك ودايما الناس بتحترمك. فانت المطلوب زي ما انت قلت بالنسبه لك. انا اللي بقول كمان دلوقتي مفيش شوشره، يعني انت عايز تشوشروا عليا بحاجه مش موجوده اصلا. ده ماتش اكيد النهارده كابتن محمود الخطيب وسيد عبد الحفيظ قعدوا مع اللعيبه طبعا. ده ماتش مش في دماغنا ولا كني فاكره انت، بس في شويه الاحداث اللي انت فكرتني بيها دي هي دي اللي كان موجود. هي الاحداث دي انا بس حبيت ابدا بيها ليه؟ لان هي لازم تحط نقطه عشان تبدا من اول السطر. يعني انت رايح من اول السطر الاحداث اللي جايه كان لازم تحط نقطه وتبدا من اول السطر. انت راجل طيب. طيب. اه والله انت احنا مش عايشين في المدينه الفاضله. طب اللي احنا سامعينه ده واللي الجمهور بيسمعه في التوقيت ده، انت اللي علمتهم يقفوا على طول فرحانين كده. اسلوبك ومبادئك ولاعيبتك تكسب جوه وبره وكده، انت اللي خليتهم كده. صح؟ انت اللي خليت الناس دي فرحانه على طول. انت اللي زرعت المنتخب مصر البطولات. انت اللي تربيت على كده. بنيت في سنين كل ده. انت تربيت على كده. واللي قبلينا واللي بعدينا كل دول على وتيره واحده. العيله الواحده والجماهير العظيمه دي. انا ايام زمان كنت بلعب للجماهير دي الحقيقه، مزج نفسي ومزج الجماهير اللي جايه تتفرج ويواكبها الانتصارات طبعا. الروح اللي كانت بتدب فيها بلعب لاخر، ما كانش عندنا 6 دقايق وسبع دقايق وقت ضايع زمان. ده لو دقيقتين كانت تبقى حاجه كبيره قوي. كنا بنكسب في الدقيقتين دول. سنه بحالها. بنجيب الجون في اخر الثانيه. انا الاهلي اللي ربى وعلم. جيل من بعد جيل بيسلم. ورايته دايما مرفوعه. مش الكلام ده لسه قايله انا وانت دلوقتي. مش تأليف يعني الحقيقه، ده واقع. فمن فضلكم، فضل جماهير النادي الاهلي والنبي عشان خاطري. والله انا ما فاكر ماتش الاهلي والزمالك اللي فات ده. غير في كورتين ما بيخشوش جون من عندي. ان انا كنت ممكن اكسب في اخر دقيقه واكسب في اول مباراه وثلاثة أربعة في اول شوط. انا بدور على الفرص دي ما تروحش مني الماتش الجاي ولا سان داون. ده انا دماغي رايحه على سان داون. انا شغلي الشغل ماتش سان داونز على فكره. طيب يعني ما انا دماغي في المنطقه دي ازاي نفنش الهجمه بقى؟ ازاي استغل معلول بقى وفتحي وهاني ونادي لما بتوصل؟ ازاي بقى سوليه يبقى دايس تاني في 18 وقفشه ووليد سليمان يبقى جاهز واجايف قمه التحركات في منطقه الجزاء وكل اللعيبه تبقى على وتيره واحده وحافظ على نفسها؟ سلام لو رمضان صبحي قدر كمان يخش جوه معنويا مع الفرقه ويبقى موجود يعني. هتبقى حاجه جميله جدا يعني. حتى لو هو قاعد تحت على الخط الفرقه اللي بيلعبوها بتبقى قلقانه يعني. الجزء اللي احنا بنعرضه دلوقتي والجمهور سمعنا ده جزء من الاعراض النفسي قبل المباراه اللي جايه؟ سواء ماتش الزمالك او ماتش سان داونز؟ الجزء ده مزروع في قلوبنا كلنا وفي وداننا كلها. الاعراض النفسي. يعني احنا لما بنقعد انا وانت كنا بنتكلم الاول على الجماهير.